عقل 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 ولا مجنونة مجنونة عقل ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا أدي عادة زي الفل وأدي أكلة ست الكل البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا عقل 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 ولا مجنونة مجنونة عقل 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 ولا مجنونة مجنونة عقل ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا. مساء الخير على كل الناس اللي دايما بتتابع شاشتنا شاشة قناة الصحة والجمال ويوم جديد وعقلة ومجنونة. بصوا بقى يا جماعة المرة دي أنا جاي أتكلم كده في موضوع الهزار لما بيقلب بجد بيحصل إيه؟ بيحصل مشاكل. الحلقة ممكن تكون كئيبة شوية النهاردة أو فيها يعني سنة كآبة كده، بس يعني أنا حاولت على قد ما أقدر يعني ما نكئبهاش خالص ونبوظ الدنيا خالص كده، بس برضو الموضوع مهم وكمننا واحنا بنتكلم عليه، ولما هنشوف الفيديو الاولاني دلوقتي هنفتكر ان انا فعلا جاي اهزر وان انا مش بتكلم في حاجه بجد ولا حاجه، بس الموضوع بجد. طبعا كلنا لعبنا واحنا صغيرين واتنططنا وعملنا حاجات كده كتير وحاجات اللي زي دي، واحنا بنلعب كنا بنعمل حاجات غريبه طبعا في بعض، ومش عارف مين كسر رجل التاني، مين فتح دماغ التاني، مين مش عارف عمل حاجات كده، يعني حاجات كده كانت في البسيط يعني ممكن نلمها تمام، شويه بن ولا حاجه ونقفل على الجرح، حاجات اللي زي دي ممكن اهو نلحق نطلع على مستشفى نجبس، كل الحاجات دي واحنا اطفال كانت عاديه وطبيعيه خالص. لكن الدنيا اتطورت شويه وابتدى يبقى في بتاع جنينه كده كانوا بيودوها لنا واحنا صغيرين، يعني فيها شويه العاب كده اي كلام اهو، يعني الموضوع برضو كان سهل واحنا صغيرين. شوية بقى لما كبرنا ابتدى يبقى في العاب تانية خالص اللي هي العاب ما ينفعش فيها اطفال، لازم تلعبها وانت كبير، يعني لازم تكون بالغ وصلت 18 سنة 19 سنة كده ولا حاجة عشان تبتدي يبقى عندك قلب تلعب الحاجات اللي زي دي. طبعا الحاجات دي منتشرة في العالم كله واحنا الحمد لله في مصر يعني طبعا ما بنفوتش اي حاجة تافهة عمرنا، وبنجيب اي حاجة من الحاجات ديت ونجيبها في مصر عشان الناس تطلع منها فلوس وناس تانية تتبهدل من وراها، و هنطلع لفاصل ونرجع لبعض تاني. ما تاخرتش عليك ورجعنا لبعض تاني عشان نكمل موضوع اللعب والتنطيط اللي احنا كنا بنعمله واحنا صغيرين، بس لما كبرنا ناس كبرت دماغهم معانا وقرروا يجيبوا لنا شويه العاب من بره عشان يعني مش عارف بقى اذا كان عشان نتسلى ولا عشان يموتونا بيها، بس في كل الاحوال مش كل الناس بتعرف تعمل الحاجات ديت ومش كل الناس بتروح الاماكن ديت عشان تلعب ولا تركب الحاجات الغريبه دي، بس في ناس عندها قلب شغال يعني حلو يعني كده زي ما بيقولوا وبيعرفوا يخشوا في الحاجات ديت. بس المشكله بقى فين؟ المشكله في اللي هنشوفه في الفيديو الاولاني. الكلام ده كله ممكن يكون بيحصل بره، ويعني بنحمد ربنا ان يعني ما عندناش حوادث زي دي كتير يعني في مصر. انا حرقت الفيديو كده على طول. ماشي يلا نخش على الفيديو ونشوف الالعاب المجنونه لما بنتجنن احنا كمان معاها وبنروح نلعبها بيحصل ايه. تعالوا نبص على اول فيديو. بص يا سيدي دي اول لعبه قدامنا اهي. عندك قلب؟ لعبه طبعا مرعبه جدا، انت متخيل ان عينيك في السماء وطالعه ونازله بيك كده وحاجه مش طبيعيه. مش عايزين نتكلم بقى خالص دلوقتي، مش عايز اكلمكم بقى ممكن يحصل والكلام دوت، لا 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 خالص. خش على الفاير بول. الفاير بول دي برضو يعني يمكن انا بعتبر دي اخف لعبه فيهم شويه، ويمكن عندنا منها يعني عندنا منها من الحاجات ديت في مصر يعني، وعادي يعني ممكن نلعبها وبتاع، بس يعني الناس اللي يعني يستحسن يعني ما تبقاش واكل معلش يعني عشان انا عندي عقده من الموضوع دوت، وبشوف ناس واحنا نازلين من اللعبه دي بعد ما نخلص بيبهدلوا الدنيا حوالينا، يقفلك من اليوم اللي قررت فيه تخرج وتتفسح وتلعب والجو ده. ماشي خش على الديسك كاوستر، دي برضو مرعبه خلي بالك، ممكن تشوفها كده عاديه وسهله خالص، لكن الناس اللي جوه دي اللي انت شايفهم الموجودين فيها دول دلوقتي بيموتوا.
مع ان برضو المسافه برضو اللي ما يخوفكش قوي برضو المسافه قريبه من الارض، يعني حتى لو افترضنا ان الدنيا ضاعت وراحت ففي كل الاحوال هنزل فين، يعني ده المسافه كلها يعني ما تتعداش الاتنين متر يعني. بس مع اللفه دي مع الدوران ده الموضوع بيبقى مختلف. ويستحسن كمان برضو برجع واكد، معلش يا جماعه انا عارف ان ممكن يكون الموضوع بالنسبه للبنات بتكلم كتير يعني، بس برضو البنات يا جماعه بلاش بلاش والنبي يا جماعه نركب الحاجات دي عشان بنسمع اصوات مش طبيعيه. بص بقى دي الشوتينج دي برضو لعبه دي مشهوره جدا في اسبانيا، معظم دول اوروبا يعني عامه، بس انا يمكن عشان شفتها في يعني اتفرجنا عليها في اسبانيا كتير او يمكن نشاتها كانت هناك. ماشي، وادي دي كمان انا طبعا لسه جاي لكم انا دلوقتي بالديسكفري والحاجات وقطر الموت. انا عارف الناس مستنيه قطر الموت اكتر لعبه مرعبه عندنا في مصر. اتفرج يا سيدي، وادي حاجه كده زي المروحه كده وبتاع ساقيه ولا ما تفهمش ايه بقى موضوعها يعني، بس برضه يعني الكلام ده نعمله عادي يعني، ولا نفكر اصلا واحنا بنقطع التيكت كده وداخلين عليها في العاب من دي. عايزك تتفرج على الناس مش وهم في اللعبه، انا عايزك تشوف تعبيرات وشهم وهم داخلين على اللعبه لسه بيقطع التيكت وداخل ومستني دوره، مستني اللعبه يعني الناس دي اللي فوق دي تنزل وهو يطلع مكانها. الناس بيبقى منظرها مرعب جدا. راجل انت لسه ما ركبتش. سهله برضو، والله سهله برضو، ممكن اي حد يعملها فش حاجه. هي بقى فيها شويه لف كده. خلي بالك بقى البتاع المكان اللي انت فيه بقى نفسه بيلف بقى لفه تانية خالص يعني. وادي السكاي تريب، السكاي تريب دي بقى برضو تبان لك اللعبه من بعيد كده انها عاديه لكن رعب يا جماعه. متخيل بقى، وخلي بالك بقى في التوقيت اللي زي ده كمان، بص الدنيا تقريبا يعني شبه ليلت عندهم، هم تقريبا عايشين في ليل طول الوقت، فمتخيل بقى انت وطبعا مقفول عليك وحاطين عليك الـ 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 الامان والكلام ده كله، بس ولا امان ولا بتاع. انت متخيل منظر السماء والمناظر اللي حواليك دي بتخليك اصلا مستني اللحظه اللي تنزل فيها، ففيش استمتاع خالص يعني. الازمه فين بقى؟ انك انت مش مستمتع، ده انت مستني اللحظه اللي هتنزل فيها والناس دي تسيبك بقى، يعني تحسها انها جلسه عذاب يعني بيعذبوك. وفي ناس تانية بتستمتع، الناس دي بقى انا بحبها جدا، الناس اللي هي بتبقى ولا الكلام يعني عمال يضحك، طبعا ضحك هستيري برضه انت ما تفهمش بقى اذا كان يعني هو تقريبا بقى يعيط. فدخلنا ديسكفري جات يا معلم، ديسكفري جات طبعا احنا في مصر هنا مش عارفين غيرها طبعا. في ناس استحاله والله ابدا من على باب البارك كده ابدا، دي ابدا مش طالع. انا يمكن من الحاجات اللي جربتها برضو، وبرضو يا جماعه خلينا واضحين، فكره الضغط وانك تطلع من فوق وتنزل وضغط الهواء وضغط الدم، والناس كمان اللي عندها مشاكل في ضغط الدم دي بتتبهدل بهدله يعني، ورايحه جايه كده حاجه مرعبه. انسانيتي دي بقى جايه انسين، اصلا انسين يعني جنون، برضو اللعبه جايه من فكره الجنون. هم تقريبا كام واحد؟ هم خمسة. عد معايا كده. خمسة، هي اللعبة خمسة، الخمسة دول هم اكتر اتنين مجانين او لا، هم تقريبا في كرسيين جنب بعض. في كرسيين جنب بعض، رعب بقى يعني وخايف بقى. بس جمال المشهد فين بقى؟ جمال الفيو فين؟ في المنظر اللي حواليك ده طبعا لو قدرت تستمتع بيه يعني. مش عايزين نستعبط ونحور ونقول ان يعني هتبقى مستمتع، انت هتبقى مركز جدا برضو في انك تنزل هنزل امتى. وطبعا بقى غير الخيالات اللي عماله تيجي في دماغك ان لو البتاعه دي اتفكت، وانت مش متخيل طبعا انها يعني انت كل اللي في دماغك انها هتتفك دلوقتي. ماشي، خش على السكرين بقى، سكرين جاي حتى من اسمها ايه، الصرخه، حاجه رعب برضو، حاجه زي قطر الموت عندنا كده يعني. قطر الموت دي طبعا كلنا عارفين كانت اكتر لعبه مرعبه عندنا يعني. اقول لك ركبت قطر الموت وبتاع مش عارف، طبعا اللي كان عندنا ده مش قطر الموت ولا حاجه. الالعاب دي معظمها موجود في اليابان، معظم طبعا الالعاب دي بتصدر لنا من اليابان والدول اللي زي دي، بس يمكن عندهم هم فكره ان ازاي يحافظ على السكيورتي او الامان للحاجات اللي زي دي، هم بصراحه يعني طبعا كل حاجه بتاعت ربنا ومش عارف ايه. لسه هنتكلم على موضوع فكره انك انت بقى يعني انك ده صح اللي بتعمله ولا مش صح. ادي لعبه زي دي كمان
الصرخة والرعب. طبعا بقى أنا عايز أقول لكم إن أنا لو سمعتكم صوت الناس في الألعاب اللي زي دي رعب رعب مش طبيعي. أنت ما أنت هتترعب بس من صوتهم، هتبقى متخيل إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. وطبعا لحظة الراحة بقى اللي هي الأنفاس بترجع تاني بقى بعد ما أنت إيه تهدى. إكس سكرين، هي إكس سكرين، وهي فعلا لازم نصنفه على إنها بصوا اتنين بس، بص بهجت واخوه، بهجت واخوه بس اللي طلعوا اللعبه دي وقاعدين بقى ايه. بص الراجل بص التاني، بص بهجت، بهجت اللي ورا خلي بالك عشان مركز عليه قوي. بص هو تقريبا تخيل دلوقتي انها خلاص، برضو الحركه دي كانوا بيعملوها معانا زمان اللي هي فكره ايه، يحسسك ان اللعبه خلاص وقفت، وتقريبا محضر لك مقلب جديد، محضر لك التقيله يا معلم. بص الراجل قافش في الكرسي ازاي، مش متخيل بقى المنظر اللي حواليه ده تحته وبتاع، هو قافل عينه ويعني مغمض عينيه وخلاص بيموت والله. تقريبا مفيش حد تاني طلع معاهم، هما الاثنين بس. هي تقريبا كمان اللعبه يعني اربعه بس في اللعبه ومفيش حد تاني طلع معاهم. الالعاب اللي زي دي والحاجات اللي زي دي مش كل الناس تقدر عليها، وانا برضو بقول يعني هي مش طريقه على حد ولا بتاع ولا انت كده قلبك مش حلو. لا يا سيدي انت قلبك حلو وكل حاجه، بس في ناس ما بتقدرش فعلا تستحمل. في ناس لو 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 حاجه زي دي هو تخيل الوهم جه في دماغه كده ان انا خلاص بقع او اي حاجه، خلي بالك الوهم ده بس ممكن يقتلك، ممكن يموت. مش عايز برضه اخش في كآبه، مش عايز ادخل في كآبه خالص دلوقتي، لسه لسه التقيل جاي وراه. طيب ده بالنسبه للحاجات اللي زي دي. طب في ناس تانية بتقرر انها تلعب العاب برضه خطره، واحنا لو فكرنا نعمل زريون برضو الموضوع مش هيبقى خطر، ده هيبقى بهدلة خالص. ناس دي زي مين بقى يا سيدي؟ ناس دي زي الناس مثلا في اسبانيا، طبعا انا معلق على اسبانيا النهاردة مش عارف ليه. في اسبانيا مثلا مشهور عندهم طبعا مصارع التيران. تشوف المصارع من دول هو نازل وانت بتتفرج عليه، يعني مش عارف اقول لك عليه ايه، حاجة في يعني كامل شياكته وكامل اناقته، وماسك الستاره اللي في ايديهم دي ولا مش عارف ايه ديت الحمراء ديت يعني الترام بتيجي عليها ومفيش بعد كده. بص بقى الراجل بيحصل فيه ايه، بص الحاجات اللي ممكن يتعرض لها عشان الناس اللي بتفكر وهي بتتفرج. يعني طبعا الكلام ده مش موجود عندنا في مصر، بس عشان لو فكرت يعني ورحت اسبانيا وحاجه وبتاع وفكرت ان انت تعمل اي حاجه من الكلام ده كله، اوعى تفكر، اوعى تفكر في التيران تماما، عشان الفيديو اللي جاي دوت هو اللي هيخليك مش هتستنى كلامي اصلا. بص بقى التيران لما بنفكر نلعب معاها، وبص المحترفين لما بيفكروا يلعبوا معاهم بيحصل لهم ايه. بص يا سيدي ادي اهو، بص وحشي داخل استني اي فريسه، بيلف بيدور، ما فاهم، عايز راجل ينزل له. طب نمشيها شويه دي يا جماعه عشان هو لسه هيلف بينا لفه كبيره، يعني هيدوخنا الاول على ما على ما نخش على التقيل بقى. بص مفيش الاماكن دي خلي بالك هم اللي بيسخبوا فيها زي ما انت شايف كده، بيطلع له ويرجع تاني. وطبعا هو بيدور على اي واحد عايز يقول لهم يا جماعه يعني انا مش فاهم، يعني انتوا جايبين نعمل ايه؟ انتوا مش المفروض في عرض وكل واحد فيكم عامل لي نفسه بتاع؟ يعني مفيش حد طالع له لغايه دلوقتي. بص الاولاني بقى، بص الاولاني لما فكر يلعب اللعب لما او الهزار لما بيقلب بجد والدنيا بتتبهدل خالص. بص بص اوبا، خلي بالك انت ما شفتش حاجه. بص بقى عليه، تفهمش دي عينه بقى ولا دي ودنه، المهم ان في دم. ده برضو اللعب، الناس اللي عندها حب المغامره. مغامرة مع مين بقى؟ مع التيران اللي هي مش هتفكر ومش يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا مش هتسمي عليك. بص دخل فيه دخلة لما تشوفها بقى بالبطيء كده. الراجل تقريبا عينه طارت ولا ايه، مش هو قرن من القرون دي دخل تقريبا في عينه حاجة بهدلة. ماشي وعدى ولا كاني، ولسه راجع له تاني. خلي بالك هو الطور في الحاله دي خلاص، يعني عايزك تتخيل معايا الحاله اللي هو فيها وهو تحت كمان على الارض دلوقتي، اللحظات اللي بتمر عليه دي. ماشي يا سيدي،
بس ما فكرش على طول، ده ما خدش في ايده غلوه زي ما بيقول. اوف صعبة دي، صعبة. ماشي ماشي، بس يمكن ده لحق نفسه برضه. خلي بالك المهارة هنا فين بقى؟ المهارة تلحق نفسك، يعني وانت بتلعب العب يا سيدي قلبك حلو اوكي، بس خليك ناصح بقى. اهو برضه اتشال على طول، برضه شالوه اهو طار. ماشي، ده بقى جايب له. بس انا بقى الغريب بقى اللي مستغربه فيهم ان هو ايه الاصفر والاصفر وبين بتاع وحاجات الوان تانية خالص، مش عارف. المفروض هو يكون احمر، بس يمكن برضو شغل. بص ده المعلم ده خلاص على طول، انزل ما كانش على طول برضو يعني، وخد خد الساحه كلها زحف. ماشي، والناس تنزلوا اهم جاريه طبعا. الحالات اللي زي دي بتبقى خلاص يعني، انت ما لو ما لحقتوش انت خلي بالك كمان، هو دلوقتي الخبطه اللي خدها دي خضته، الخضه اللي هو فيها بس كفيله بانها تخليه على الارض والطور يجي يكمل فيه، والطور فعلا اهو مكمل مفيش فايده. ماشي عدى يا سيدي، وادي التاني. لا معلم لا لسه واخد معاه وقت اهو، وادي التانية وادي التالتة. ها اوبا، خلي بالك قرن من دول لو دخل في بطنه خلص عليه. خلي بالك برضو الناس ديت بتبقى يعني رغم الاحترافيه ورغم التدريب ورغم التمرين ورغم الكلام ده كله، لكن خلاص يعني زي ما بيقولوا حاطط روحه على كفه كده وداخل. وبص الدخله بتاعت الطور ومش سايبه، وهو ده هو متعلق. خلي بالك هو متعلق وهو مش حاسس اصلا هو ايه اللي بيحصل له دلوقتي. اتشال المعلم، يلا عدي اللي بعده، هتقولنا اللي بعده. طبعا ده ما يمنعش ان في ناس عندها برضو احترافيه في الكلام دوت وبيعرفوا يظبطوا القصه دي. وادي اهو برضو، ده اتخض ده يا جماعه، ده جاي مخضوض اصلا يعني، ده ما كانش مستني الطور يعمل فيه حاجه. الراجل ده جاي مخضوض، ليه يا عم بتعمل في نفسك كده والبهدله دي؟ بهدل خالص، بهدل. لا هو مخضوض مخضوض. اه ده اسنانه، نزل له طقم اسنانه. طقم نزل، ركب بقى طقم يا معلم بقى، ويعني وسيبك خالص بقى من موضوع التيران دوت، ما تخش في المواضيع دي تاني. بص بص بقى بالتصوير بطيء بقى تتفرج، حاجه مرعبه. خلي بالك هو حتى يعني ما فيش حاجه تحميه مثلا ولا بتاع، لا 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 يعني الحاجات كلها ما فيش اي حمايه. طبعا اصل حمايه ازاي بقى؟ اصلك انت هتحمي نفسك ازاي؟ يعني انتوا متخيلين شايف القرنين دول اصلا ده لو دخلوا في حيطه هيجيبوها الارض، ما بالك في انسان. ودي بقى انت وحظك بقى، القرن من دول دخل فين انت وحظك. ماشي، يعني تقريبا كل الناس اللي دخلت في مش كل الناس طبعا، زي ما بقول لكم كده ان في ناس تانية يعني معلمين برضو عارفين بيعملوا ايه وبيتحركوا ازاي، وعارف ان الطور في الوقت دوت خلاص وصل لمرحله. اخو الراجل يمكن اهو زي ما انتم شايفين مخضوض اصلا، وقع على طول على الارض ما كملش. ماشي برضه الاعداد دي بتبان كمان اكتر قد ايه هو. ماشي اهو، ما قلتش انا حاجه. اللعب مع الحاجات اللي زي دي بيبقى صعب جدا. بلاش بلاش على قد ما نقدر. بلاش ايه؟ مش عارف انا بلاش ايه، انا عمال يعني لا الفيديو ده بعيد عننا خالص، ان احنا ما عندناش تقريبا تران ولا حاجه، بس يمكن عندنا حاجه تانية انا بشوفها. يمكن في الاعياد دايما الاطفال دايما في العيد مع الخرفان ومع الحاجات اللي زي دي، هو طبعا مش هيوصل برضو للمرحله دي، بس برضو ما تضمنش يعني ما تضمنش الخرفان دي بتعمل ايه ولا الحاجات اللي زي دي. برضو العيال الصغيره تلم نفسها شويه يعني عشان برضو فيها بهدله. طيب
ده جزء ودي حاجة ودي ألعاب، وممكن نقول ان يعني طالما بعيد عننا، طالما احنا ما بنلعبش الالعاب ديت، يبقى برضو احنا في الامان، مفيش حاجه من الكلام ده كله. في حاجه تانية بقى، في العاب كتير انتشرت في العالم، ويمكن انا الفيديو ده صدمني في حاجه، ان احنا لغايه دلوقتي في العاب الاطفال احنا بنشوفها عاديه، يعني لعب كور مش عارف ايه الحاجات اللي زي دي لما بنشوفها في ايديهم احنا بنعتبرها عادي ومفيش فيها اي حاجه. الفيديو ده كان صادم بالنسبة لي، ان هم برا في اوروبا وفي امريكا ابتدوا يوقفوا الالعاب دي تماما نظرا لخطورتها. ايه بقى الالعاب اللي زي دي؟ الفيديو اللي جاي هيورينا شوية العاب، واللعبة فيهم خالص والله العظيم وانت بتتفرج عليها دلوقتي لو بصيت حواليك كده هتكتشف ان اللعبة دي موجودة في ايد ابنك، محطوطة في الدرج، مرمية في الدولاب. يعني ازاي بقى؟ نخلي بالنا، يمكن الفيديو اللي جاي ده مهم جدا عشان ناخد بالنا من شويه الالعاب دي ونبعد عنها تماما. نشوف. اتفرج يا سيدي، عارفينها طبعا. عارفين الكره دي وموجوده في كل بيت في مصر. الكره دي ثبت ان هي اصلا بتساعد على الاشتعال، يعني وبتسبب اختناق كمان، يعني لو قرب منها شويه نار واللعبه دي او الكوره دي اللي هي اللي في ايد الاطفال دايما ديت، لو ولعت الدنيا باظ. برضو دي موجودة عندنا في مصر، يعني مش في أماكن كتير، بس برضو حاجة مرعبة برضو اللي هي الكور اللي بتخبط في بعض دي وبتطلع شرز، برضو ما تضمنش الشرز دوت يطلع ورق قماش جنبه أي حاجة، الدنيا تتبهدل تماما. برضو اتمنع الكلام ده كله، كان موجود في أوروبا. يمكن طبعا أوروبا هي اللي احنا أساتذة المسطرة دي، المسطرة دي اللي كانت كل الأطفال كلنا في المدارس كان معانا المسطرة دي، ثبت برضو إنها بتعمل مشاكل واتمنعت في أمريكا. ودي يمكن بيقول لك دي عينه مش اصليه ليها، بس برضو ثبت ان ما ينفعش. طبعا الحاجات اللي احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع، برضو الموضوع اللعب اللي زي ده طبعا هي مش بالشكل دوت، بس طول ما انت ماشي في الشارع بتلاقي حاجات كده بتطير حواليك، تبص تلاقي واحد قاعد بشويه لعب اللي هي الحاجات اللي بتطير ديت، الحاجات دي برضو ثبت انها بتسبب مشاكل. طيب الموضوع الحلويات اللي على شكل سجاير وبتاع، يمكن حتى مكتوب على العلبه مكتوب just like that، يعني بس مجرد ان انا زي بابا. او الحلويات اللي زي دي برضو موجودة عندنا في مصر، موجودة الحلويات اللي زي ديت، والاطفال بياخدوها وبيتعلموا ويبتدي يمسكها على انها سجارة وبتاع، وانت بتهزر معاه وولع لك يا حبيبي ومش هولع لك يا حبيبي. طبعا انا مش هتكلم على موضوع التربية والحاجات اللي احنا فيها، بقينا بنتساهل في حاجات، الحاجات دي ممكن تسبب مشاكل. برا في اوروبا منعوا الكلام ده خالص، وقال لك ان ده ممكن يتسبب ان الاطفال يبقى في تدخين مبكر بالنسبه لهم. الصواريخ، احنا اساتذه في الصواريخ والحاجات اللي زي دي برضو اتمنعت في اوروبا بسبب انها الطفله اللي قدامكم دي كان اخواتها بيلعبوا معاها وخدت لها واحده في دماغها اهي، للاسف الله يرحمها دلوقتي، وماتت بسببها. اللعبه دي مشهوره جدا، ويمكن كل الناس اللي بتتفرج على الكرتون فرجوهم على الكرتون بس، لكن بلاش نشتريها ابدا الالعاب اللي زي دي، عشان اكتشفوا ان العروسه دي بتتسبب، العروسه دي بتاكل اولا البلاستيك والحاجات اللي زي دي، اكتشفوا انها ممكن تاكل ايد ابنك، شعر بنتك، حاجات زي ما انتم شايفين في الصور، فاكتشفوا برضو انها بتسبب مشاكل كتير. اكتشفوا انها بتسبب مشاكل كتير والالعاب. خش بقى على المهم كمان، في مصر موجود دايما الالعاب طبعا في اي جنينه ولا اي مكان طبعا الناس، انا طبعا بقدر الظروف جدا، بس بره في اوروبا ابتدوا يستغنوا عن الالعاب اللي فيها حديد، وابتدوا يجيبوا الالعاب المطاطيه ديت، قال لك مره عشان الشمس وبترتفع درجه حرارتها، المعادن والحاجات اللي زي دي. وفي حاجات زي دي برضو العيال يعني برضو بتبقى يعني والله العظيم بيصعبوا عليا جدا، يبقى قاعد. وفي الانديه على فكره لسه الحاجات دي موجوده وبتسبب مشاكل، وعيال بتقع وتلاقي الولد ايده اتكسرت ومش عارف ايه، ودخلوا في قصص كبيره. اللعبه دي يمكن مش موجوده عندنا في مصر ولا حاجه، بس برضو خلينا نتكلم عنها، انها برضو من ضمن الالعاب اللي هم كانوا بيقول لك بيه عايزين نعمل جيل من المهندسين. طبعا احنا العيال الصغار عندنا ما شاء الله يعني تطلع جيل من المهندسين، انت لو جبت لهم لعبه زي دي هيفرقعوا العالم بيها، هيفجروا العالم بيها. طيب اظن انا قلت اللي عندي وقلت على شويه الحاجات دي. الالعاب دي يا جماعه بعد اذنكم نمنعها من البيت عشان ما تسببش مشاكل. خلي بالكم انا كده ما جبتش كآبه، انا يعني تقريبا شويه معلومات
على شويه حاجات. ادينا ضحكنا برضو على الناس اللي عماله تتشقلب وبتلعب دي. فيديو اخراني بقى هو يمكن ليه علاقه بالترام برضو، مش عارف ليه، بس برضو هو ليه علاقه بالترام. بس هو في حاجه جميله كده هشوف كده لما هتتفرجوا عليه هتنتبهوا ليها وهتعرفوها ولا مش هتاخدوا بالكم. بس انا في وسط الكلام كده هقول لكم عليها. يمكن واحنا بنلعب واحنا بنعمل اي حاجه في الدنيا بيبقى في حاجه حلوه قوي ممكن تبان وتظهر زي اللي هنشوفه دلوقتي. خلينا نشوف الفيديو واحنا بنتكلم مع بعض. الحاجات اللي زي دي لما بتظهر، حتى لو في لعب، اللعب ممكن يقلب بجد، الجد ممكن يقلب بخطر، الخطر ممكن يوريك الناس دي ازاي تقف معاك وازاي تخاف عليك وازاي تحافظ عليك. يعني صحيح بتبقى مشاكل وخطر وكل حاجة، بس برضو بتبين حاجات تانية وبتبين صحابك وبرضو بتبين غلاوة اخواتك عندك. تعالوا نشوف الفيديو يلا. الراجل ده برضو بيصارع الطور و مفيش اي مشاكل، عادي خالص. برضو اهو عنده مشكلة لغاية دلوقتي عادي، حاجة زي اللي شفناها قبل كده او شفناها في الفيديو اللي قبل كده، مفيش اي مشاكل. الطور لسه جاي يكمل فيه تاني. هو تقريبا فقد وعيه، عنده مشكلة مش قادر خلاص يقوم. بيبتدي بقى الناس اللي حواليه يخشوا. الناس اللي حواليه دي لو تلاحظ ان اللبس بتاعهم هو نفس اللبس بتاعه، يعني زمايله اللي هما بينزلوا بيتبادلوا مع بعض. بصوا يا جماعه هما كلهم في خوف وفي رعب طبعا. طور بصوا المشهد واللقطه اللي جايه دي هيعملوا ايه، والطور جاي عليهم. خلي بالك الطور جاي في السكه اهو، يعني قمه في الوفاء والحب وحاجات اللي زي دي بتخلينا دايما برضو على قد الموقف وخطورته، بس يعني بنقول ان كويس ان في حاجات كويسه. وقت الحلقه عدى بسرعه معلش يعني، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربعاء في نفس الميعاد هكون معاكم ومعايا شويه حاجات تانية حلوه ليكم، ودمتم بخير. ادي عاده زي الفل، وادي اكل ست الكل، البس اشرب او كل وسيب الباقي عليا. عقل 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 ولا مجنون.